ولم نكن نطعم المسكين. شايف المسكين له عدة حالات أنت فيك تطعم فيها. في الحال المشهورة اللي أنت مثلا ماشي بالشارع لقيت إنسان متسول فتعطيه سألك. في الحال اللي أعظم وأحلى وأجمل لما الطعم جارك الفقير وأنت عارف إنه هو ما عنده يأكل تطبخ له من أكلك من نفس الأكل اللي أنت عم تأكله. أنا وجارب كفي وحدي والطعمين ولم نكن نطعم المسكين زوجتك المسكينة. حتى اللقمة لما ترفعها أنت والطعمية إياها وأنت تحسسها أنه أنت مقدر تعبها بالبيت هون إطعام المسكين عشان هي ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج يعني أضيق عليكم حق الضعيفين المرأة والصغير أو قال المرأة واليتيم ضعيفة. ولم نكن نطعم المسكين. أبوك وأمك لما يكبروا بالعمر خلاص ضعفوا وعظمهم بطل يحملوا وصاروا زي ما طعموك سنين طويلة بحاجة لمين يطعميهم إما بالبذل عليهم بالأموال وإما حتى أنت فعلا طعميهم بإيدك. ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين. تفتش على الفقراء الصغار الأولاد اللي عندك بالحارة بالمنطقة وتجيب لهم شوية بنبون شوية حلو كياس بطاطا شوية موزة وتطعميهم إياهم. هول الفقراء ما معهم يجيبوا طعميهم أو بيوم من الأيام تعمل لهم أنت وجبة. هلأ جايين داخلين على رمضان تعمل لهم أنت وجبة بالبيت وبهاليوم بس تشوف أنت ابن فلان وابن فلان وابن فلان الأيتام اللي أهلهم ماتوا تجمع لك 10 أولاد وتفطرهم عندك وتجيب لهم أكتر شي بيحبوا الأولاد تفرحهم. ولم نكن نطعم المسكين. إذا فتشت على حالك هلأ أنت بهالآية لقيت حالك أنت لا بالطريقة الأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالرابعة ولا بالخامسة تبع حالك عشان أنت ما بتطعم المسكين.